ماما بقى مش عايزة تكبري ليه؟ في ايه يا حبيبتي؟ انا عمالة اسقي الزرعة دي بس مش عايزة تكبر. لازم تكوني صبورة يا حبيبتي. عمرك سمعتي قبل كده عن القديس يحنس القصير؟ ده فضل يسقي عصاية ميتة 3 سنين. بجد يا بابا؟ ممكن تحكي لي قصته؟ أرجوك. الأول اطلعي على السرير وهنحكي لك القصة كلها. أوكي أنا جاهزة. إيه السرعة دي؟ أوكي يا حبيبتي، من شوية كنت بتكلم عن القديس يحنس القصير، حتى لو هو يمكن يكون قصير بس قدسيته كانت عظيمة. طيب إيه علاقة ده بالزرعة بتاعتي؟ هنوصل لها حاضر. القديس يحنس أو يوحنا القصير اتولد في طيبة، مدينة في شمال مصر سنة 339. شكراً يا ماما على الأكل الحلو ده، هو مش كتير بس طعمه حلو. صحيح إحنا ما عندناش فلوس كتير بس إحنا مع بعض، وعندنا كمان ربنا اللي بنحبه وبنثق فيه. ولما كبر يوحنا كان بيقضي وقت أكتر في التأمل والصلاة والكلام مع ربنا. ياه أنا بحب هدوء الصحراء، ده هيجهزني لحياة الرهبنة، وده اللي كنت بتمناه. ولما بقى عنده 18 سنة راح يدور على القديس بموا يطلب منه إنه يبقى راهب. أنت رايح فين يا يوحنا؟ أنت فعلا هتسيبنا؟ أخويا أنا هدور على الأب بموا وأطلب منه يخليني راهب، هو هناك في برية الإسقيط. أخيرا الأب بموا، أنا لقيتك، ممكن تسمح لي أفضل معاك وأخدمك أنت والآباء في الدير؟ يا ابني حياة الصحراء مش سهلة، وأنا خاف إنك ما تقدرش تستحمل الحر وقلة الأكل والمية. أرجوك يا أبويا اختبرني، أنا متأكد إن ربنا هيسندني. في نفس الليلة دي ظهر ملاك للقديس بموا وقال له: السلام ليك يا بموا، يوحنا هيكون راهب عظيم وناس كتير هتعرف ربنا بسببه، اقبله وعلمه واحدة واحدة إزاي يكون راهب. لتكن إرادة الله، أنا هعمل أي حاجة ربنا عايزني أعملها. دلوقتي يوحنا بقى راهب، والقديس بموا كان عايز يعلم يوحنا درس عن الطاعة، ففي يوم اداله عصاية ناشفة وميتة كانت عصاية عكاز وقال له: يوحنا أنا عايزك تزرع العصاية الناشفة والميتة دي في الأرض وترويها مرتين في اليوم. حاضر يا بويا هعمل اللي تطلبه مني. يوحنا قعد 3 سنين كان بيمشي 12 ميل علشان ينقل المية من البير للعصاية، وبعدين حاجة غريبة قوي حصلت. يا أب بموا بص بص، العصاية كبرت وكمان بدأت تطرح ثمر، دي معجزة. يوحنا يا ابني انت حقيقي مبارك، والشجرة دي ثمرة الطاعة بتاعتك، من دلوقتي هيكون اسم الشجرة دي شجرة الطاعة. واو 3 سنين بحالهم وانا بروي زرعتي من الاسبوع اللي فات، بس اعتقد اني هقعد معاها وقت طويل قوي. ايوه يا لافينيا، القديس يوحنا اتعلم فعلا حاجات كتير من القديس بموا، وفضل مطيع ومحب لكل الناس. ابويا بموا ارجوك علمني ازاي اغلب افكار وحروب الشيطان. يا ابني لازم تتعلم ازاي تتحكم في لسانك وما تتكلمش طول الوقت، الصمت هيساعدك تتحكم في روحك وتصفي ذهنك. القديس بموا بعد كده تعب وكل الرهبان راحوا علشان يشوفوه. يوحنا انت ملاك من ربنا، انت هتكون معلم لناس كتير، وانت هتمشيهم في طريق ربنا يسوع المسيح. اه ابويا ومعلمي انت هتوحشني قوي، بس انا عارف انك دايما هتصلي لي في السماء. وفي يوم القديس يوحنا سمع عن بنت ان هي سابت ربنا وتغيرت وبقت مش كويسه، وكان اسمها بائسة. بائسة كانت من عيله غنيه جدا، وبعد ما عيلتها راحت السماء كانت بتستضيف الفقراء في بيتها وتديهم كل اللي يحتاجوه، بس بعد كده ناس أشرار ضحكوا عليها وخلوها تقع في الخطية. أبويا يوحنا أنت رايح فين؟ بقيسة ثابت ربنا وأنا لازم أروح وأرجعها. بس يا أبي أنا سامع أن المكان ده خطر جدا ومليان بالخطاة. ربنا هيحميني وهيساعدني أني أنقذ بنته.
بقيسة، انت بتعملي ايه؟ المكان اللي كان مأوى للمحتاجين بقى دلوقتي بيت للخطية. أبويا يا يوحنا، أنا نفسي أوقف الخطايا اللي أنا بعملها دي وأتوب. أرجوك خدني معاك برا المكان ده وصليلي إن ربنا يغفر لي خطيتي. لو أنت توبتي بجد ربنا هيسامحك على كل خطاياكي. هاخدك لدير راهبات وهناك تقدري تعيشي حياة توبة بعيد عن الشر ده. وبسبب حب قديس يوحنا ليها بقيسة بعدت عن خطاياها، وبعد سنين كتير من الرهبنة وتعليم الناس إنهم يكونوا رهبان، يوحنا سنه كبر خالص وجاله مرض شديد. يا ولادي ده آخر درس ليكو، مع إني مش معلم. أنا عمري ما مشيت ورا إرادتي أو حتى عمري ما علمت حد حاجة أنا ما جربتهاش على نفسي الأول. لما الوقت جه راهب شاف ملايكة وقديسين محوطين القديس يوحنا، شالوا روحه للسماء والأنبا أنطونيوس كان معاهم. دي قصة حلوة قوي يا بابا. القديس يوحنا كان عنده صفات حلوة كتير، بس أنا حاسة أن الطاعة كانت أحلاهم. ممكن توريني صورته أرجوك؟ أيوة طبعا يا حبيبتي، أهي دايما هتشوفي شجرة الطاعة في أيقونته عشان تفكرنا بالمعجزة العظيمة دي. دلوقتي جه وقت النوم. تصبح على خير يا بابا انت وماما وانت من أهله يا حبيبتي.